انتنا سيد علي محمد علمي سيد كقرا كوين مدى سعودال دالك ديبادي سوغا مقنا إذا مر كان حليقان كسوك اتماع عرقا دالك سعوديقا أيا ساك هيرتي دياردي سيدي سوء عقرقا تيقرون كدياردها إعقال انتناشن لريبوتي مقالة درقيسة حالكاسي أوهب مامو سريساوكو قبلين حبنا كاميدو غان كيسدو كلاقود دفلين تحسبيق عدالة ديادري الكوعيد سلادين عقال دوقيتي وحقرد يددوين ترابضان أوكو هبترسادة حسبيق عدالة ديادري الكوعيد وان كليوكو اكين مقالة درقيسة بالسيقار كود كسو كلاك اعتمان قبلة دادال كاسيدا اي شاقين مسولين تحسبيق عدالة ديادري الكوعيد كواسو لحيا استامو يسدو كلا علان كقار كوا حسبيق عدالة ديادري الكوعيد أصول سوسو بحي أفاف كوريقرون كديارة دا عقال سودوين تهب ماموس كيدو سريو إيبلغو قابلي سيد علي كيسوكو وحور في ديان كلاحظي حبنا كامي دوغان كي يسدو كلاقودي دفولين تيسلي حسبيغان يوسف كيسا عبدالله يحوغيا ورفافينتا إي حسبيغ عدالة ديدري الكوعيد ودوميها قبل كامورو ديجيح يسدو كلاحوغيا قود حسبيغ عدالة ديدري الكوعيد إسماعيل حسن داهر أيا حلقاسي ورفي ديان كلاحظي تاقيريا شقيمها سيد علي سودويني وحنا سميسن وحنا قيمة بدن سيد كيني بتسود ويسن سيد إنجنير سيد علي محمود علمي وكم قاعد غير سيد كقرن كتمرؤة الصومالي الآن and سيدكو وقل ما إن تاني ينك بدن بينكوا سود وينو وانين لا ميسانا ما قاعد الصومالي الآن ودن لميسانا هل كوا حد شو قص سلاطين في الصومالي الآن ودن ما أنت عيد كم قنها هلكن ما شرتو سومن لأن وردن تاي صدو وانتيسة قاربة وجي يمد بربرة أو صاك الله هاي سي سيد كوجا قيب قلنا صدو وانتيسة واحد الله يا هذيات بهاوشكو ما ست حسب حسبهان دنكو دوحة أريا كوبنكو عبر صدو وانت بلارن إسا كير تيجرون كوجو سميين حبنا كمدة سلادين تعقاشي يوم ده دقمات كي كقيب قلي صدو وانت انجنا سيد علي دادوين هرير سومن لصيبا تاجر ياش حسبي قعد الرجل يدمر دليل يوايل بل أوصو هري إلى سيد علي سود ويان وقت جا صلاة ظهرا تتكسد أتو كذا موسى حن سيد أوجد آدي أدمان صلاة دين تي عقاش إيه شعب جا كلا تاجر ياش حسبي قعد ب السلام يا هل دوم حضر السلام يا شعب تا قعد سيد علي ما أنت أوصو شر ماضي تهديريديسا إيو سودوينتيسا سيد علي وحان أرضو تشعلا هذي أباريه أيو وحب بضان تقبتي دلتا تاريخ دي سان هاي وحان سآد والسلام يا علي علي محمد علمي سيدك وحويان انتا صو أمضا إيه انتا إيه إن لاغو كلا ووسي تاغن دريق دا waxay soo dhaweynayaan ay aad ugu soo dhaweynayaan dalkiisa hooyo waxaan isugu nimidin in soo dhaweyno sayidkeena sayid Cali Maxamed Cilmi engineer sayid oo ah sayidkii qaranka in soo dhaweeyo oo madashan iyo tu ka qurux badan ba lagu soo dhaweeyo xaq buu leeyahay khamiis tahay taariikhdana labaatan tahay waxaan halkan ku soo dhaweynayna sayid Cali sayidka qaranka Soomaaliland engineer sayid Cali hadii aanu halka madax dhaqameed ahaan aad iyo aad baan u soo dhawaynaa si kaliya laba waxaan u leen dalkaaga hooyo injineer ku soo dhawow sayid calow nin macquul ah oo magac loo la yaqaano makhluuq ay dhulka jooga madnaanta dee ugu qaato muwaadinatay wallahi dawaninkii abaartiisa ku soo قولان اسكنا وحوغا مهد إليه سودوين تبالادن ايو سمين شعبكو يمسولين تحس بيقو عيدية سلادين تويهل نيسا انتنا سيد علي محمد علمي سيد كقرانكا إيسو قونا دانكا كالفرين ديقنين يدردارانا إيسوغو هوبيي حس بيادا ديقو دي كلمية هي وداني دانكا كالانا شاعيين حس بيقو دوهيغن ويهي إن وحكا بدلو أنانكا عدالة ديد إدالكا يانا شادوهو قامين تي إدا إيرتا وانا الدادكايق يا الحمد لله إلهي با مهد لمانتا xisbigaygii oo ciid oo aan ka yeeso sida ay soo dhaweynayaan iyo xisaabta qaranka rag badan oo kale ka tirsan oo aan arkayo iyagana u mahad celinayo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin xisaabta kalena waxa leeyahay hadar jiirina waqtigii doorashooyinka ma aynaan gaarin waqtigii doorashooyinka marka ololaha gasheen tiyo kaar la qaadanayo runtii kaarkaas la qaadanayo ololaha u hoos geliseen meel ka dhacba samayseen waxaana weeye axdi baa jabiseen axsaabtu ay wada galeen waa kow waxaa samayseen anshixumo aanu ka dhagaysanaynay miidiyaha
oo isku tabinaysay meel ka dhac weyn ay sameeyeen xisbigaana u cid gudoomiyihiisu waa nin mujaahida oo Soomaaliland runtii aan oran karo inta wuxuu isku hawlayay si Soomaaliland Soomaaliland u noqon lahayd isagu hamuun uma qabo madaxnimo noqo wuxuu isagu doonayaa dalka Soomaaliland inuu wax noqdo waxaan inta ka dib gaadiid tira badan oo astaanta xisbigu ka muuqata lagaga soo galbiyay garoonka ilaa uu ka gaadhay hooyga uu gudaha Hargeysa ka deganaan doono maalmaha soo socda oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa